السلام عليكم خالتي اخواتي، مرحبا بكم خالتي في حلقه ثانيه مع اخونا عصام. نحكي على خالتي المره اللي فاتت على التجربتين الفاشلتين اللي دارهم خالتي من الجزائر وتوك وبوقان وكذا، ومن هم اللي وحكي لكم اسرال ومعاناه وخسر طاح ناض وكو معاه ناس داروا عليه الناس. المهم خالتي هذيك هي الريسك هذاك هو. المهم بعد خونا هبط الجزائر زاد خطا دراهم كبار على رجلي غير باش يرتاح. المهم الحمد لله ارتاح. دونك خاوتي عايز يدير تجربة جديدة ما نفهمناش خاوتي، قالك بطريقة قانونية وشوفوا الطريقة القانونية واش هادية. ومرحبا بك خويا عصام. ربي يحفظك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خويا عمار كي قلت لك وليت للبلاد. واه يا خويا عبك بلي زدت شغل كبرت شوية في اللاج، شفت روحي يعني نكبر يا زاد خدت الثلاثينات راك فاهم. وزدت عوانا كي هبط دوزيام فاست وليت الخدمه، زدت قلت لك راح ندور روحي في ربي وحده، ربي وحده زاد راح حلونا بعيد وكاين حي جديد وبداو المشاكل السيوفه او حرقوا فلا صدموا علينا. يا ودي نحكي توروها في التلفزيون في اليوتيوب. يا ودي الاخر يقولوا انتم كوافا، الاخر يقولوا نتاع العاصمه انتم انانيش، انا ضد السيوفه. يا بن عمي وش بينا يا ربي العالي، لا هكذا تهرقوا فينا بالدرع. انا قلت خلاص تحت الثلاثينات دوك نشوف كاش وحده كاش بنت فاميليا يقولوا كان يا خويا نشوفها تخدم خدمه مليحه ونستبيت وخلاص. صاي انا خاوتي بين سته تزوجوا، انا اللي لوسطاني ثلاثه تحت وثلاثه فوقي، الاخراني كان في عمره 25 سنه عنده زوج دراري. واش راني ندير انايا؟ نضيع في وقتي. هايا قلت خلاص اصبر نزيد راني راني نمشي في ندور انا ما لا غالب. خويا عمار انا انسان زوالي، وانا شفت خاوتي تزوجوا في الدار ضد انا ضد نتزوج مع في الدار. ما كان حتى يفتح ربي ما فتحش انا صابرين. يقولوا كان ما نتزوج ما نحبش مشاكل ما نقدر لهمش. يبدا تبان لي هذه تاع الفيزا. انا شي طوموبيل بعد ذهب تاع اختي وعاونوني الدار شي طوموبيل تاع ما لازم نروح هكذاك نخدم. خويا الغالي لازم نروح نخدم ونعاود نولي انا كيف ندير انا؟ زادوا بعدوا علينا ليسونسيال. انا قلت كش ما نلقى كاش فيزا ولا انا من الاول يا خويا الغالي واش نتبع انايا؟ وزاد خويا في الالمان ويحكي لي اوروبا لتحت فرنسا الالمان الطليان اسبانيا هادو ما عنديش فيهم. انا واش كنت حلم تاعي نعيش في السويد لا فيرلاند، نحب اللون الاصفر انا ما نكذبش عليه راك فاهم، نعشق في اللون الاصفر. ومن صغري نقول يما نقولها شوفي يما انا نديها قوريه، انا عربيه ما تهضريليش عليها، انا نحب لا غالب يا خويا نحب اللون الاصفر انا من صغري ليسونسيال. خطرة واحد قال لي صاحبي كان على الفيزات. هيا قلت له اوكي زعما كنعيش في الانجليز ساكوشا زعما ساكوشا في علم تاع الانجليز فاهم. احنا قعدنا معاه في القهوه ما يعلق شو تاع الانجليز يعلق تاع يا ربي اش من بلاد جيت ناس يا الله غير نسيت اش من بلاد من تما. وقال لك تعطي لها الحس لا 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 بلدان فقارة شويه الفوق يا مالطا مالطا مالطا. ريحت صاحبي مسكينه ورايح في الماء راهو ورحا صاحبي صاي خلاص صاحبي راه يمد الدراهم وكلش. ريحت معاه قلت له كيفاه؟ قال لي تسمى قال لي هاو تاو قال لي واحد هاو دفع. قلت له وري لي الفيزا هذا اللي دفع، وري لي الفيزا تاعو ما توريليش انا باللي دفع على بالي باللي دفع. قال لي تسمى ندير لكم دوسي وكذا وانا في طبيعه اخويا انا نحب لهنا نزيد حاجه وندي حوايجها. شحال تعلق لي؟ قال لك 35. قلت له شو؟ قلت له السير مضمونه قال لي 100%. قلت له شو انا من طلع ما نهبط؟ قلت له نعطيك 50. قال لي كيف؟ قلت له نعطيك 50 ا كونديسيون ما تعلقش تعطيني انت 50. قال لي كيفاش؟ قلت له قول لي باللي سير. قال لي سير. قلت له مضمونه قال لي ايه خلاص نزيد 15 مليون. قال لي لا لا. قلت له صاحبي نوض نوض ما فيهاش. ابري صاحبي قال لي صح دفعوا عباد وما عطاولهمش. دوك انا باش تخدم لي دوسي ابيبري حبيت انت تخدم دواسه للناس تاكل مرسو خبز علاش تقول 35 و50 تما دوك انت تبعتني تعطيني دوسي تاع مليون تحت تبعتني ندفع ويلا كلات تدي على ظهري 35 تما 35 خطره الدوبل ولا ما على باليش ويلا ما كلاتش تقول لي راك فاهم. ويقول لك نعرف واحد الداخل نعرف واحد الداخل. كيفاش تعرف واحد الداخل يا زاحي؟ الكون نعرف احنا الفيزا تتعلق تروح تدفع والكونسيل يعلقها. الا عندك انت معرفه مع الكونسيل الداخل تولي حاجه واحده اخرى علاش نروح انايا؟ راح نتصور برك ونخرج انت تفهم معه برا برا. ما كاش اللي عنده معرفه مع الكونسيل سيد يخرج حق طوازن الاف اليوروات يجيك خسر فيه مكمل كيما نتايا ليسونسيال. طحت في عباد طحت في عباد ما دفعت اسبانيا بصح كي دفعت هادو مع العباد انا رحت خدمت الدوسي ودفعت ماشي اللي تاع زعما نجيب لك فيزا فاهم.
دفعت الطليان، دفعت مالطاج، خطرت مع واحد لاجونس 6 ملايين قالوا لي لنا الا مدوها لك انا من الاول نتفاهم معك، لا مدوها لي الا مدوك تخلص 6 ملايين ما مدولكش ما تخلص صح. دفعت جوج خطرات لمالطا، دفعت خطره لطليان، دفعت خطره اسبانيا، فرنسا ما نحبهاش ما دفعت لهاش، ما دفعتش الانجليز، ما السويد هذا قال لك دوسي كحل وما يقبلوش. يا راح معليش راني حق بيا نشفع لها الخطره. جا واحد عندي بنت عم يما نشفع لها، جات في رمضان تزورها في السهره، كان معها نسيبها، هذا نسيبها يطلع الانجليز ويهبط، عنده فيزا. يا قال لي، قلت له راح نصلي التراويح، نصلينا التراويح قصرت معه. قال لي انت بان بلي فاميليا، بان بلي انسان طيب. قال لي حبت تروح؟ قال لي مزك محروق، قلت له مزاني محروق عليها. قلت له بصح انا لازم نطير. قال لي كنت نعرف واحد، قال لي كان يعلقت على انجليز. قال لي دوك نشوف معه، قلت له الله يرضى عليك يا فلان. قال لي بصح الدراهم وكذا، قلت له راح تشوف للدار. قلت له هذيك نسيبته بنت عم يما، قلت له تضمني انت فيه؟ قلت له هذا وليدي ونضمن فيه وقولوا ما تحاولش تفهم. قلت لي اليمه، قلت لها تضمني فيها اوكي. الاخرى بنت قلت لها تضمني فيه هو، نسيبته قالت لي نضمن فيه مشالكه. قال لي احتاج تسير، قال لي ماشي سير ماشي سير. راني نستنى نستنى نشفع لها، موراها بسمع يعيط لي اروح نتفاهم كيف. قال لي انا لقيت سيد، قال لي هو اللي علق لي. قال لي انا لقيته. قال لي تعلق، قلت له نعلق، قلت له بصح والدراهم كيف؟ قال لي شو؟ قال لي تعطيني 20 مليون. قال لي وما تعطيها ليش لي، يعطيها من نسيبتي، تعطيها من ليش لي، خليها من نسيبتي. قال لي تسمى انا باش نرتاح شويه. قال لي بلي انت يا فامي روح نضمن فيك مع السيد ده. قال لي باش انا اللي نعلقها، راح نضمن فيك مع السيد. قال لي اعطيني غير فوتوكوبي تاع الباسبور وال 20 مليون خليها عند نسيبتي. قال لي دفعت الانجليز من قبل؟ قلت له ما دفعتش. قال لي وينك حبش من بلادك حب نعلقوا لك؟ قلت له يا عمي انا خطيني مالك اوروبا تاع التحت. قلت له بعثنا للسويد ولا قدام من نالي. قال لي لا لا ما فيهاش. قال لي عندك فرنسا اسبانيا الانجليز. اي قلت له روح الانجليز، انا شغل عبالك باللي فاقد الامن ومانيش فاقد. قلت له لا غير نسي عبالك حاجه مره كيطيح من قلبك تجيك حتى لفمك. ادعيت في ربي في رمضان. قلت له انا فهمت ما، قلت له انا ما عنديش دراهم. قلت له تحب نخلي لك، قلت له ها، قلت له تحب نخلي لك الطوموبيل؟ قلت له هاي المفتاح تاع الطوموبيل، نجي قاريك عند دارك ولا عند دار السيد؟ كانت عندي بيكانتو صغيره وديقر 75 مليون في هذاك الوقت كان طايح الماتريال. قلت له خليها لك وهام لمفاتح، باش ما تقولش نقلع لك. قلت له انا 20 مليون نعطيها لك والدراهم الاخرين. قال لي لا راه كونك مهني. قال لي مادام ضمنه فيك، قال لي كونك مهني. قال لي انت بان بلي فاميليا. شوف ترى واحد عيد ربي سبحانه. قلت له يا ربي اللي كان فيها اخي، انا كلش نمشي بصاله الاستخاره اخويا. وشوف لما تحدث لا يتحدث معك ماني قافز ماني واعر مين يا والله غير ربي. بالك دعوه تاع كاش عجوزه عاونتها، بالك دعوه تاع كاش شيخ، بالك دعوه تاع بابا الله يرحمه، بالك دعوه تاع ميمتي، بالك ما على باليش يا اخي. والله ماني قافز، انا ما نمشي بزاف بنيتي راك فاهم. وشنو الناس تشهد لي، عاود كل مدنه تشهد لي بلي انا وليت فاميليا ليسونسيال. قلت لك والله العظيم ما نشفى لك اليوم داك تذكرني فيها. عبك كنت انا خاوتي تزوجوا بقيت غير انا ويما في الدار. عبك بلي هبلت على الاوروب هذه، وانا عبك بلي نحب السياسه دائما نشوف الجزيره. الجزيره ما خليهاش كاع تفرج. واحد الخطره قلت لي روح يا وليدي تعرف العجايز تاع البلاد؟ قلت لي روح الله يعطيك قلعة من البلاد هذه في رمضان يا وليدي. وحكم الطار ديك اللي سمع عند ربي سبحانه هذيك الدعوه هذيك الله يعطيك قلعة. يعني يقول لك تقلعت. المهم راح صليت لربي صلاة الاستخارة، قلت له يا ربي اللي كان فيها خير اعطيها لي، ما كانش فيها خير خليني نقعد مرة نضر نخطب ونتزوج. نخطب لي جات في الطريق خلاص. انا بديت نكبر حكت 34 سنة اخويا عمار صاي. ايوا هذه نبان صغير، انا دوكا في 39 خويا عمار شهر جاي 39. هاي سلم هاي السيد قال لي فوتوكوبي تاع باسبور سمانة. قال لي لحقت الانفيتاسيون تاعك سمانة اللي موراها شفالها 27 شفالها دفعت في يعني كلش في رمضان كلش تمتم ريقل ليه 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 لانفيتاسيون منا. جاب لي الدوسي قال لي ها الدوسي ها رونديفو راح ادفع. والله ما فتحت الدوسي مش قاعد يما تيما واش فيه شغل. حسيت باللي احنا نديها على هو واش قال لي. قال لي تديها 100%. قال لي نقول لك 99% وحده هذيك تاع الله عز وجل بالك ما يكتبلكش. قال لي بصح وشنو تديها 100%؟ ما فيهاش نقاش. قال لي
قال لي شفتو كيما دفع كيما جامي دفعت الانجليز. هيا راح عطاني الدوسي قلت لك والله ما فتحته. رمضان هكذاك صايم نور طوموبيل رحت دخلت الداخل لبست مليح كدا. انا قلت بالك شوفني في كاميرات يقول لك انا قلت بالك تاني تلعب الهيئة دوري شوف كاميرا تاني وتو سويس الحاج قدامنا ليه لعبت هذا شغل النوش لعبت شغل النوش انا عبيب لي هذاك اللي في الباب ما يدي ما يجيب هذا تيجي عليك الدوسي بصح شنو قلت بالك شوف كاميرات النوش استاذ زعما لابس كوستياس ولا دخلت تحت الدوسي وسكتيت وانا قلت له زعما يعطيوها لي قال لي شنو نقول لك قال لي دوسك في الشباب قال لي روح كي قال لي دوسك في الشباب فهمت طربت ايامات ما بعتوليش ولقيت واحد في الباركينج سخفل لا لا هذه كرفت هاي قال لي من بعد ما لحقت قلت له غير شوف على ظهري لحقت الكونسيلا وانا قال لي شوف قال لي سيد قال لي شوف تحب ندير لك انت اللي ترفد الباسبور ولا احنا اللي نرفدوا الباسبور قلت له دي ما تخافش انا اللي نرفد الباسبور وما لكش خاف نهرب له وعنده الحق ويا العزيز هاي رحت لحقت مدوا لي البلوف عرفت باللي حسيت شغل حسيتها شويه طايله يا خويا عمي كانت على ما من قبل تاع اسبانيا وكذا شو انا غير فتحت الباسبور ديرك في الفيزا فتحت وديك في الفيزا فيزا الانجليزي يا وليدي اه يا خالي ودار لي باللي دار لي ماناجر ونخلص دار لي خلص 8 ملايين ولا 12 مليون الله غير ما يعني يقول لك الدوسي مازال ما مفتحتوه شفت على بيبري لحقت الباركينغ حمو الطوموبيل اللي يخدم باركينغ تاع بن عكن الله يشفي الله يذكره على خير ومعايا عامي في الفيسبوك ربي ان شاء الله يكتبها له قلت له ديت فيزا قال لي قول والله قلت له والله قال لي كيف قلت له فوالا فوالا خلي له النيميرو تاعي قال لي شوف لي مع حبيبنا هذا حبيب تاعو شنو ما عندوش دراهم هو ما كانش واش دير له قال لي والله قال لي نخدم هنا في الباركينغ عبا كانت التيال هذيك وين يدفعوا هذيك كانت تاع اسبانيا وفرنسا والانجليز كيف كيف بن عكنون قال لي والله غير طبيب دوكا قال لي واحد طبيب واحد استاذ قال لي دفعوا لاسبانيا ولفرنسا ما مدولهمش قال لي يا زاح انت ابا جهل مدولك قالت له والله غير هكذا افرحت واش ندير واش ندير واش ندير حيت السيد في البلاصه لهم مدولي الفيزا قال لي خلصني خلصني قلت له يا ودي كونك مهني قلت له وقتاش نتلاقاو ورفدتها في رمضان شوف رفدت هذيك تسموني شريت بي شريت مور العيد ديريكت مور العيد قلت نجوز مع يما العيد اليومين الاولين وقلع شوف على لو 6 جوان 2018 قلعت عيط للسيد ركبته معايا في الطوموبيل بعت للسيد الطوموبيل افونس قلت له بيد ما اعطيني دراهم بيد ما نروح نخلصك قال لي عيط للسيد ركبت جاب الطوموبيل ركبته معايا قلت له احسب دراهم تك 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 مديت له 5 ملايين من عندي قلت له هذه حلال عليك قال لي لا لا مش معايا راجل وهذا اللي علقها لي اللي كان وسيط هذا فاميليا او مات مسكين بالكورونا الله يرحمه الله قلت له 5 ملايين قال لي لا لا اخوي قال لي انا ديت حقي وبان باللي دا مرسو شباب وحلال عليه ديت نوجد في روحي يا خالي يا خالي رحت للخدمه قلت انا الدنيا كيما صرا لي حرقت الاولين لعل واسا يديروا لي كونجي سون سولد قالوا لي لا واش بيك قلت لهم انا رايح وينك رايح قلت لهم انا رايح عندي رحله عندي طريق وخلاص قالوا لي ما نقدرش ندير كونجي سون سولد اباري ديك بابك ولي ماك في السبيطار هاكم انت مبقى على خير تقول لي ما توليش ما نوليش لو بيك البيك وانا رايح ما نوليش على كل حال هايا شديت البي شوف خويا عمار ما عندي كونتاكت مع حتى واحد عندي خويا في الالمان عنده صحيبه في الالمان صحيب صحيبه هذا في الانجليز شاف لي غير شومبرا قال لي هاو النيميرو براسك معاه كان عندي النيميرو تاع واحد فاميليا شافوا لي فاميليتي كان هنا عايش ثاني شفت معاه شفت معاه شويه يهضر معايا بالتقلاش وتسمى ما فيهاش معليش ما ماشي مشكل رحت عند ميمتي قالت لي الله يسهل يعني عطيتك بالقلعه راك تقلعت عرفت قشي ما قلت حتى لواحد قلت بالك الزوج برك خو خاوتي قلت زوج صحابي ما زدتش جا موعد الرعب سلمت على بابا بكيت يا اخو حسيت وانا بابا توفى وانا هنايا في الغربه ما حضرتلوش وانا بابا مسكين يحبني غير انا يا اخو خاطرش خاوتي قايتك ماشي معايا في الدار انا اللي كنت نتهلي فيه عندي سبيطار نديه لدريت حسين جريبي قطع وانا عايش معاهم نشفالها هكذا انا مقلع في الطوموبيل ونخزر مورايا ونشوف ميمتي يا اخويا ما راحش راسها من البالكون والله ما راح راسها من البالكون يتبع فيا في الطوموبيل لحقت قريب لحقت روطار
بقيت انا الاخراني قري ما طير طياره هو راك زحي قالوا لي هاي يسموني طرت يا خويا عمار يا خويا عمار وين الانجليز الانجليز وتفاهمت معه من الاول وكنا متفاهمين باللي هو مول الشيء اللي الله قال لي هو اللي يجي يخرجني في المطار قال لي اه ما هو جايش معك سي قلت له شحال نتفاهموا من دوكا انا انسان تاع كلمه قلت له عمي خليونيش نخرج انا شفت في اليوتيوب ما خليهمش يخرجوا ما خليهمش نخرج نجي ندي دراهمي من الاخر قلت له ما نحكيش انت تحكيش كاع معايا قال لي يا خويا ما يخليكش تخرج حتى تدي دراهمك روح راجل فحل قال لي دي معك اسمه هذيك انفيتاسيون دي معايا دراهم انا العجوز وش دارت لي في الكابه وجيت مدي كابه معايا والحوايج كابه كبيره وقال لي تلاقيت بواحد عايش هنا في الانجليز عنده دوبلات كل انت يا محبو قال لك حتى حرق له كل يقولوا لك انت الكابه هذه الدنيا بك حتى حرق يا اخو كل ما على بالي ما نعرفش والعجز طبع للداخل طبعت لي كاسه كاسه هذيك الحبيله الكبيره قدك حابك بالضرب بها بنادم يموت يا ودي كوبونغل دارت لي كوبونغل دارت لي شتا تحسني يا يما قلت لها بالروح خفيف قالت لي لا لدي خلاص قالوا لي دي غير كعبه صغيره ديت هذيك لارولات وما فيها الحبيله وديت زوجة مالبورو شكرات مالبورو ولا ثلاثة ولا غير نسيت وشمة شكرات الشمة قالوا لي تبيعهم ما أدري كيف يبيع حق البي بي هذاك الشيء تلاقي الوقت شي توقع ستة ولا ستة ونص فلحقت المطار راني داير لاشان لقيت زوج تاوعنا قبلي عبيك باللي هما جاو فيزا توريستيك قبلي في لاشان وانا كي جيت خويا داهش يا ودي واش من فراش يا ودي هذا شنوي هذا كحلوش يا دي الدنيا الخلعه قبضتني يا الخلعه اللي نقول لك راني داير لاشان واش نشوف واحد تاوعنا هبط مع الطياره كندير لاشان يا ضرب لي غانيلو سروال مدرفل سروال مال نقول درفل نقول مقطع شريكي هنا في الانجليز فيهم طبيعه ما يشوفولكش شو شكل لابس كوارتك اللي يهضروا مع كوارتك ما يهضروش معاك ما يهضروش مع الشكل تاعك ما يهضروا معاك والو هادو قبل يعني نهضر معاهم قلت لهم يا اخو كيفاش كش ما جاي عندك شي واحد شباب باش يهضروا معايا كان وانا يا خويا حصرالي الحكايه في الايروبور جاوا رجعوني بالك ما على باليش علاش ومن بعد شفت واحد البيبي يبكي مع العائله تاعو جبت له حبه حلوه قلت له هاك عطيها له واحد طفيل صغير هاك يبكي قلت له بالك يسكت جيت ديها قلت له يما نو 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 قلت وراها هكذا شريكي ما تلعبش مع دري صغار وكذا وانا بديت نشوف بدا بدا يا انا جات دارتي فلاشان كان واحد الكيشي منا قاوري وبعد قال لي لا 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 حبس روح الكيشي هذا روح الكيشي الاخراني فيه زوج كيشيات لاباف فيه زوج كيشيات واحده منا وواحده منا واحدة إنجليزية وواحدة هندية كاين بعض بلا ما نقول لك يشموا فيك بريحة عربي الاخرين يعبدوا ديك العفسة ريحة الدين قدامنا لا يعبص عليه شافتني قالت لي شافت 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 ماش قالت لي كلمة بلونجلي ما فهمتهاش عيطت للاخر مليح قالت له اديه داوني على البلاصة ريح ريح ضربت واحد السوايع ثلاثة تريكلامي واش قدامنا له قدامنا له ما تقلقش جاو جاني واحد البوليسي صافي الله داني قالوا لي قالت لي تبعنا داوني لواحد يعيطوا واحد الصاله هكذا يحكموا فيها الناس كان واحد الشينويه واحد شينوي دخل زاد دخل معايا واحد مصري انا دخلت لهذيك الشومبره جات واحده لابسه سروال وخيمه قالت لي واش قبل ما ندخل حوسوني فتشوني فتشوني مليح نحاول يتقالي ناحيه تقاشر ناحية تقاشر شو جدد قلت له ميزح يعني جاي فالا بليزح فيزا قلت له مدرحة اي خرج انا بيدي مكونسيلة سبحان الله قالت لي كيف تقولي نحاول يدي دخلوني لهذيك الشومبرا بالزجاج وهما شغل يشوفوك وتشوفهم جات لي انا الداخل كاين شنو كي تدخل الداخل الدنيا نقية كاين كرسي تاع رقاد كاين كرسي نورمال كاين تيليفيزيو تشوف لي ماتش كنت واقيلا على كوب دوروب هذاك الوقت ولا ما بديتها فرنسا ولا والله ماني شافي 2018 كوب دوروب الله يعلم 2018 المهم جاء وتفاح بانان ماشي تاع قهوه لا باس يعني شوف ديجا تسمى بسم الله هذه تسمى وين راح شغل راح غرفه فيها المشاكل بصح وشنو نقيه تسمى ما دراك برا جاتني قالت لي واش حكايتك قلت لها واش حكايتي بديت نعيط قلت لها كيف يا رب قلت لها علاش الدنيا انا ما فهمتش
قلت لي على اجراءات. قلت لك كيفاش نوع بوليس؟ قلت لي هذا ماشي بوليسي اللي حوسك. قلت لك توما عنده لا لي مينوت لا سلاح. قلت لي ارجو. قلت لي نورمال. قلت له واش قالت لي اجراءات بار؟ قلت لي ما تقلقش. قلت لي انا يما بابا مغربي ويما مجايه. قلت لي دوك نشوف كاين واحد الكوميسار هنا تزيري. قلت لي نشوفه لك. قلت له خدام. قلت لي راحت ولات. قلت لي اه سوري. قلت لي ما كاشو بان بلي. قال لها غير خطينا منه. قلت له انا دوك نصلي. قلت له نحب نصلي. قلت لي هاي ليك كاين دوش. دوش وصلي. كاين تدخل دوش صلايه كاينه. تدوشت صليت دعيت يا ربي قلت ان شاء الله خير. انا كل حال ضامن انا ما يرجعوني. انا رجع لي ضامن الفيزا تاعي من حوش كاع نفهم. دخلوا مصري معايا. واش حكايه المصري؟ قال لي كيت كنت عايش في الانجليز ومبصم. قال لي داوني لفرنسا. قال لي صفر. قال لي ما قدرتش الانجليز فيها ستريس. قال لي هبط لفرنسا كشد مع الجزائريين. قلت لي قال لي عاشرت المغاربه. قال لي صحابي. قال لي جا واحد المغربي يخدمني حبي يسرقني. قال لي ونضر معه بزليف. قال لي رفضوني. قال لي جاوني مبصم حنا جابوني. قال لي يا خويا ادعي لي عندي مرا ودراري في مصر. قلت له انت يطلقوك. قال لي كيفاش عرفت؟ قلت له راني حاس باللي يطلقوك. قال لي ما انت تاني يطلقوك. قلت له ان شاء الله. قال لي والله فرحني. قلت له تقول والله؟ قلت له والله. قلت له راني حاس باللي انت يطلقوك حكايه. قلت له ما ماشي حكايه. هذه ليسونسيا شحال ضربوا معايا اخو؟ ضربوا معايا سبع سوايع حبوا يرجعوني. سبع سوايع في المطار خالي. جاني واحد البوليس يحكي شويه فرنسيه. خاطر قالوا لي اش تحكي؟ قلت لهم شويه انجليش وانا الزاير والانجليزي انجليزيه. قلت لهم شويه فرنسي انا والو فرنسي شويه. قلت لهم عربيه. جاني واحد الفرنسي واحد البوليسي يحكي شويه فرنسيه داير مونغاشا يحكي معايا فرنسي هكذا. قلت له انت فرنسي؟ قال لي لا انا انجليزي ونقرا فرنسيه. قال لي تما نديروا معك انترفيو خفيف وقدامني. قلت له انا ما عنديش انترفيو خاطرش انا شفت في اليوتيوب كان واحد قبلها ما روح لتروزيام ايطاج باش ما يوليش. قال لك في اليوتيوب انا شفت باللي لو كانت بدا تنسيستي معاهم يعاودوا يرجعوك. قلت ما بين بلحي حرك انا لعبت هنيه اللهوبه. قلت له ما نديرش انترفيو. قال لي كيفاش ما نديرش انترفيو؟ قلت له ما نديرش انترفيو. قلت له انا جيت فالاب. قال لي ايه عيطت لها ترجمي له. قلت له انا جيت فالاب. قلت لي ايه. قلت له انايا راني رابط معايا دراهم. قالت لي ايه. قلت له قالوا لي ايه. قلت له انا ما نديرش معك انترفيو انا رجعني. قلت له انا ماناجر في بلادي. قلت له عندي 50 خدام تحت يدي. قلت له نتايا تجي تهضر معايا تقلل الاحترام. قال لي من لا احترم فيك ذا لعبتها له باللي انا حاجه كبيره. قال لي بليز شغل دار لي هكذا شغل على وجهي شغل هكذا. قال لي انترفيو. قلت له راه قلت له شوف قلت له بصح كاينه حاجه. قلت له شحال راهي الساعه؟ قال لي سبعه. قلت له 12 تاع الليل ما لازمش نبات انا حنا في هذه البلاد. قلت له انا قلت للبوس تاعي ما نجيش لهنا. اداوني لهذيك الصاله تاع انترفيو واحد الانجليزي شبه الرومي يا ودي نحكي لك مس مو باين. قعدنا ترجمانه مع الاول يا ربي داروا لي ترجمانه يا ربي عراقيه ولا والله مانيش يعني مصريه ولا ما بال راني نهضر هضر هضر. قالت لي انت تتكلم كثير نكوبي. قال لي علاش كوبيت؟ قلت له قلت له واش واش راني نقول؟ قلت له بالفرنسي نسيتها فرنسي. قلت له واش راني نقول ماشي تقول؟ قال لي خلينا نبدلوا لك واحده. جابوا لي قيل عراقي عراقي. جابوا لي عراقي ولا ما على باليش ايسونسيال. ابدا واسمك كذا واش دير هنايا؟ جيت نشوف ماتريال. قال لي واش الماتريال جيت شوف؟ قلت له هي عبالك يخدموا هذه الشركه بور اكسبور لي تاكي والكي. قلت له تاكي والكي بالفرنسي ما فهمهاش. ومن بعد وريت له تاكي شريت له تاكي تاكي والكو حبسوني وصير وصير حبسوا كذا. راني نوري لك راني نوري لك بار اي فاهم خاطرش هذاك ما بالعربيه ما فهمهاش تاكي والكي. وانا ما عرفتش نقول له جهاز لاسلكي وما لاسلكي ويديك تجيب. قال لي سيني لي سينيت نشوف لا سينياتور تاعي. ما نعرفش واش وسوسو مني ولا ما يقول انا كلش فالاب. شافوني في المطار مفرفش والله ما على بالي. ومن بعد قال لي اسمو البوس تاعك؟ قلت له نور الدين. قال لي نور الدين كيفاه؟ قلت له ما على باليش كيفاه. قال لي كيفاه البوس تاعك كاع واسمو ما تعرفش اسمو؟ قلت له حنا ان الجيريا وحنا في الجزائر وحنا ما اهتموش هاد الامور. انا خلصني قلت له دراهم راني ما يهمنيش شكون يخدمني المهم دراهم. بدي شغل يتحقق من معلوماتي اسكو تصح انا هو اللي راه في الباسبور ولا ما على باليش. وكي نجيبها هذيك البوليسي يجبد روحه يدير لي شغل بيدو شغل مليحه. كي نقعرها ما نجيبهاش مليح يجبد روحه يقول لي شغل ما جبتهاش ما على باليش على بعت وربي يعاونني ما على باليش. ومن بعد هذيك ومن بعد قلت له كي كملنا قلت له قلت له ام هابي انا فهمت شويه ام هابي. قال لي عبك خويا عمار في الانجليزي كلمة ام هابي ان هابي تلعب دور. زعما كي تقول واحد راني سعيد ولا تقول له ماني سعيد حاجة كبيرة زعما تعرف وحدة تقول لها ماني سعيد عبد بلي تحس روحها ماشي مليحة.
كلمة كبيرة من يساعدك فاهم. قلت له آه ام هابي. قال لي علاش راك هابي؟ قال لي بيكو. قلت له لا خاطر نا الجيريا. قلت له انا ما نباتش هنا. قلت له دوك ترجعني. قلت له انا ما نزيد الضربه ما نزيد. قال لي لا لا اصبر نزيد. قلت له واحد زيد تريتي لي الدوسي. قلت له لا لا. قلت له شوف انا في حياتي ما بغيت برا الدار. وقلت له قلت للبوس تاعي احنا ما نخدموش مع الانجليز. قلت له شفت في اليوتيوب باللي نتوما مزيرين بزاف. قلت له ستراس بلادكم فيها ستراس وانتم مسترسين. وقلت له شوف قلت له روحوا لفرنسا ولا لايطاليا نخدموا معاهم. تبعتني لتما. قال لي لا روح لهم. قلت لهم حاجه واحده باش ما يحبسونيش من الخدمه. قلت له اعطيني ورقه باللي نتوما رجعتوني بدون سبب. قلت له تما المشكل ماشي من مني باش ما يحبسونيش الخدمه. قال لي اوكي دوك نشوفوا. قلت له شوف نجي لك ساعه 9 تاع الليل ويجيني هذاك البولي. ومن بعد استغفر الله داوني للكابا. داوني زوج بوليسيه وواحد المدام. فتحوا الكابا لقاو هذيك الحبيله تاع الدوش. قالوا لي شنو هذه؟ قلت له ما باش نحك درها هكذا. لقاو وبعد لقاو الدخان. قال لي واش جدي؟ قال لي جبت الدخان نتاع. قلت له انا كسني انا شويه هنايا الدخان. قلت له سموك سموك تو ماش. قلت له قلت له كريزي. قلت له انا انسان قلق. قلت له نكيف. قلت له بزاف بزاف شغل نهضر له بيديش ونحقوه. هيا اوكي معلو. لقيتهم داو لي الكابا بعد حوسوها جابوها لي قلبوها. ومن بعد كلشي قال خويا عمار انا في 2012 كنت ننطريني شويه. كنت درت صورتي في الفيسبوك. انا عندي فيسبوك من 2009. كنت درت صورتي في فيسبوك بروفيل داير قبل بنجاب. بعدت لي وحده انجليزيه قالت لي انا كنت نعرف واحد زيري. حكايتها ثاني هذيك حكايه. قالت لي كنت نعرف واحد زيري وما تفهمتش معاه. وانا حب انا دخلت الاسلام وحب نتزوج بواحد مسلم وانت باب بلي مسلم مليح شافني بالبنجاب وقتها. وبعد تبعت لي في الكوارط بدي ندير عليها غير روطار كون في الصاله دقيقه تعرش لي. وعندها دار في اسمه قدام سطات تاع هايبيري. ينزلي تاع هايبيري تاع ارسنال توري لي لندن في الليل. وعندها تفلو طفله. قلت لي ندخلك تخدم. وقالت لي ما تقلقش روحك. بعد بعث لي برجومو خاصت واحد الورقه. ورحت لوسمو قال لي جيب لي الورقه بلي تقرا. ومن بعد تي كان نخدم في لاسودر في الشاري كان يقطع في الحديد. شوفني ميرو كبير عيط لي انت وعنا الو. قال لي انت هو عصام؟ قلت له انا هو عصام. قال لي عصام تاع الحراج. قلت له اه. قال لي واش كان بينكم بين فلانه؟ قد ضربت معه. قلت له انا راجلي في الجزائر. قلت له اسمه عصام نتزوج به. وكان داير مع له الصفحه تاعها في الفيسبوك كاع مولوديه. هو كان وليد باب الواد لويس علومبي. قلبته على الحراش رمات له الماء. حيط لي قال لي ودي حتى كل الدار. قلت له يا خويا واش حكوا لي دراهمي؟ لا بعثت لي طلعت باطل. ما بعثليش انا ربانا كما خلقت انا. وبدي يسمي لي زعما لا مافيا ويا ودي. قلت له روح دي حكايتك وراح يا لا مافيا هذه ليسونسيال. لي برجوم تاع واحد جايبهم انا معايا فاهم. جايبهم معايا. انا قلت كير نلحق لندن نروح نسقسي نشوف كاش واحد تاعو يعني يديني دارها. وقيلا ما عرفتش كيفاه جبدوهم. قال لي هذه وشنو؟ قلت له هذه امي تاعي فيسبوك. قلت له عندي بزاف ماشي ما كنت بعدتك. هي رمات لي الماء. رحت مع تونسي. قالت لي انتم تزيرين. قالت لي انتم كريزي. ليسونسيال بدلت فيسبوك قرعت لقيتها مع تونسي ليسونسيال. قال لي وهذا؟ قال لي وهذا شكون؟ قلت له هذه كانت امي معايا في الفيسبوك في 2012 هذه في الانترفيو. قلت له كانت معايا امي ب 2012. قال لي وكيف هذوك؟ قلت له قال لي تروح ليها. قلت له ايه نروح ليها. بان بلي كونتاكتاوها ولا ما على باليش. قلت له ايه نخرج منها نروح ليها امي. قلت له راه مشكل. هاي قلت لكم بدات جاني هذيك كيكملوا معايا الانترفيو. جاني هذيك البوليسي ديال موكا. قال لي موكا قال لي ازرب. عطاني باسبوري في يدي. قال لي كويك. قال لي ازرب. قلت له واش كاين؟ قال لي ازرب. قال لي الكابا تاعك هو يسوق لي في الكابا. اقسم لك بالله الذي لا اله الا هو. يسوقني في الكابا. قال لي هاي خرج تاع المطار. قلت له الكاشي. قال لي كاشي الباسبور كي تجي طايح جبدني من التريكو. قال لي اسمع. قال لي على بالك باللي لا وليت لبلادك. قال لي بالفرنسي فهمته. قال لي لا وليت لبلادك على بالك باللي ما تقدرش تولي. قلت له علاش؟ قال لي لازمك انفيطاسيون واحد اخر. قال لي ما تخرجش تولي بعد الفيزا. والفاهم يفهم. قال لي لا حبيت تسمى قصدو لا حبيت تعطيها. خرجت يا خويا وخرجت لبرا يا وليدي يا وليدي يا عطيه وجه هذاك الباص تاع الزجيل يزيد 17 الغاشين لونجلي وحكمني ستراش الرهبه وين راني رايح. كاتب انايا قالوا لي باس بيري بارك هم تتزيريين. كاتبها بيبا بالعربيه كما كاتبها باللونجلي. لقيت واحد برا قلت له فانس بيري بارك. قال لي واه. قلت له انا فونس بيري بارك ما عادش نقولها. اه قال لي فانس بيري بارك. قال لي لازم تشد هذا الباص تاك 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 وتروح للترا. حتى انا ندور عيط لي هاي شكون كاع المصري نار اللي حضرني. قال لي ربحت على وجهك. بدينا نحكوا. قال لي اعطيني الدخان. بالدخان عطيت له.
قال لي وراك رايح؟ قلت له فانسبيري بارك. قال لي طريقي فانسبيري بارك اي يمشي نديك ليها. لا يا قلت له تكل على الله ما عندوش. كاين هنا كارطة اللي تخلص بها ترى اسمها اويستر. قال لي تشري لي اويستر وانا دراهم كاين انا وين نروح ندي معي دراهم. جبت اسمه شيتها له 5 بوندات وحده ليا وحده ليه. قلعنا انا في الطريق انا راني في الترا وراني نشوف الغاشي طالع سكرانه واحد يعرش وواحد يقصر مع مضامات يستحكم من الرهبه وين يفهم والو شام يقولوا. راني شايل حق فانسبيري بارك هو هبط في نص الطريق قال لي هاو لاري هبط فيه راني جاب لارول تاعي. جيت كي جيت خارج يا خويا عمار نصدم في هذوك اللي باش تفتح لك لازم تشيكي الكارطه. انا عن بالي اوتوماتيك ولا ما بزادم فيها داك حصلت فيها ما قدرتش نخرج. جا واحد تاو انا ما سكران ماهوش قاعد جاب خبر قال لي انت يا بام باللي جديد انت. قلت له كيفاش عرفت؟ قال لي يا افريقيا يا افريقيا قال لي الكارطه اللي دخلت بها وراي. قلت له قال لي عبست انت ما تبهدلناش انا صادم هكذا. خرجت برا انا عندي نيميرو تاع هذاك وما لقيناش في المطار باش نشريو بيس. انا ما نعرفش لحقت تما لك فانسبيري بارك جويت حتى الشعل لي الدنيا خاليه حوانت مغلوقين كنت شويه باك نجلس فيها بزاف الشتاء كنت شويه شتيوا لقيت جماعك حالش يقصروا تما السلام عليكم. قال لكم سلام. قلت لهم حبيت نروح لا قلت لهم وريت لهم لادريس قالوا لي ماناش نفهموا. هذه واحد واحد عقب تاعو انا يهضر بالانجليزي يهضر بالعربيه. قلت له يا اخو السلام عليكم السلام فوالا فوالا وتسمى قال لي جبت النيميرو عيطنا له. قال لي راني في واحد البلاصه ماشي بعيده داني ليه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. دخلت عند خونا من قسنطينه فرش لي ربيت انا. شوف اخويا عصام نحاولوا نخليو حلقه ثالثه علاش المهم خاوتي باش ما خلطوش برك هذه وحكينا في حلقه ثانيه كيفاش التاشيره والمعاناه وكيف سهل ربي وكيفاش تمرمت المطار وكيفاش حشاها على مخرج ومنه من هي. المهم خاوتي خليكم في حلقه ثالثه نشوفوا خونا البدايه تاعو في بريطانيا راح تكون بزاف خبايا دعرندر مع خونا عصام ان شاء الله المغامرات بزاف صوالح مازالت الرئيسه ما راح تكمل. ما عليكم غير في الحلقه الثالثه وربي يحفظكم وربي يحفظك في عيشكم ان شاء الله ان شاء الله.